نبدأ وناخد أول تليفون. نورة، الو، ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي، اهلا وسهلا. انا مبسوطه جدا ان انا بتواصل معاكم كتير، يعني بجد انا كل مكالمه بكلمها لكم بتفرق معايا جدا حبيبة قلبي، اهلا وسهلا. والله، بتفرق معايا، بتديني دفعه لقدام، كل مدى بتعلم حاجات اكتر منكم. والله ربنا يكرمكم يا رب. الله يخليك يا حبيبة قلبي، اتفضلي. بص حضرتك، انا كان عندي سؤالين. اول سؤال، انا نفسي ان انا يعني اطلع صداق، يعني اتصدق وكده، بس جوزي هو كويس وكل حاجه، مش ممانع، بس اللي هو ايه، ما بيرضاش. ازاي مش بيمانع وازاي ما بيرضاش؟ يعني هو بيبقى، يعني لو رحت تصدقت بيبقى عايزني اتصدق باقل حاجه. يعني لو قلت له مثلا، لو احنا ماشيين في الشارع واقول له مثلا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس، واجي ادي، يقول لي طب كفايه كذا، طب مش عارف ايه. انا ببقى نفسي اطلع اكتر، لان احنا الحمد لله معانا، يعني مش يعني الحمد لله، يعني هو جوزك بيفكر بالطريقة الغلط، اللي هي ان انا لو طلعت من الفلوس الفلوس هتقل، مع ان هو انا لو بقول عارف ان والله هو لما احنا، يطلع الفلوس هتزيد. هو مش هو عارف عارف كده، بس هو ليه دماغ كده، اللي هو يعني ماشي طلعي، بس ايه قليل. اقل حاجة، اللي هو يعني عايز اقول لحضرتك ممكن 5 جنيه بالعافية. يا خبر، وانا بصراحة بيبقى نفسي، وساعات لما بيديني فلوس انا ببقى نفسي اطلع هنا منها، بس هو بيحاسبني على الفلوس اللي بيديها لي. فانا عايز اعرف بس يعني اعمل ايه معايا. هو ما بيرضاش بكل الطرق ان انا اطلع حاجه مبلغ كبير ولا حاجه، ماشي حتى يا نور. زكاه الفطر. يعني لما بنيجي نطلع زكاه الفطر يبقى عايز اقول لك بعد محايله شديده لولا نطلعها، ويقول لي خلاص طلعي لك انت بقى في حاجة اسمها كده في الزكاة، زكاة في الفطر، زكاه الفطر، يقول يقول لك لي طلعي ليك طلعي، انت بس؟ ازاي طب انا يعني عايزه هو مش اطلعي، بيصوم؟ يعني بيصوم وكل حاجه، بس طيب يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له ما ينفعش، لازم نطلع لي انا وانت وابنك. طبعا. يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له طب ازاي، طب ما انت المسؤول عني، ما تطلع عني انا وانت وابنك. يقول لي لا، ما انا امي وابوي هيطلعوا تحت، هيطلعوا لي البيت كله. اقول له طب انا ماليش دعوه بامك وابوك، ايوه، يعني انا والده ووالدته بيطلعوا يعني كحك بس ما بيطلعوش كحك. لينا، ما بيطلعوش لنا، هما بيطلعوا لنفسهم، هما يعني مش كحك بيطلعوا ايه لي بس؟ انا. عايز اعرف انا لا، يعني بيطلعوا تحت ولا تحت كعك؟ ولا كحك؟ لا يعني انا قصدي يعني ان هما يعني ساكنين معانا تحت، يعني تحت. ساكنين تحت في البيت. انا قلت بيعملوا كحك ويوزعوه يعني ايوه، فين؟ يعني لا والده يعني والده ووالدته هما بيطلعوا الزكاة للبيت كله صح؟ بيطلعوا هما في نيتهم للبيت كله، بس مش بيطلعوا المبلغ اللي المفروض يطلع طيب، للبيت كله، يبقى يعني مفيش حاجة بيطلعوا اسمها برضه كده. مبلغ قليل ده هو جدا. زكاة الفطر دي بتبقى كل سنة متحددة بمبلغ معين لكل فرد. هما لا، هما بيطلعوا مبلغ صغير كده ليهم هما، طيب ليهم مفيش حاجة هما بس؟ ليهم هما، ليهم هما بس. هو يقول لي لا هما بيطلعوا لينا. اقول له يا حبيبي هما مش بيطلعوا لينا احنا، هما بيطلعوا لنفسهم بس. ماشي يا نور، لا حول ربنا ولا قوة إلا يهديه بالله. وينور بصيرته كده يا للصح رب. طبعا يعني. انا عندي اشكاليه كبيره جدا. الاشكاليه ناخد من السؤال الثاني، قضيه الجهل. يعني في عدم ثقافه دينيه عند كثير من الناس للاسف الشديد، وقضيه ان الناس ما تعرفش ان زكاه الفطر دي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر كذا 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 كذا. فانا عندي الحديث اهو، فرض رسول، حديث ابي سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فزكاه الفطر فرض. طيب بطلعها ايه على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والانثى؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبالتالي فالجهل اللي عند الناس ده يحتاج الى اللي احنا نقف وقفه. عشان كده احنا بنعلم كل سنه بفضل الله تعالى، ونبدا نكرر على اسماع الناس، لعل اللي ما سمعش يسمع، وعل اللي مش فاهم يفهم، واللي مش متعلم يتعلم. وهو على خطر عظيم لو كان هو بيقول لها روحي طلعي لنفسك بس، اصل ابويا وامي بيطلعوا، وهي بتقول والده ووالدته بيطلعوا نفسهم بس. فهو على خطر عظيم، ده لازم يشوف السنوات اللي ما طلعش عنه زكاه فطر دي، ويبدا يطلعها، يسال باباه، يسال ابوه وامه، يقول لهم هو انتوا يا جماعه بتطلعوا عني ولا بتطلعوش ولا ايه النظام؟ لا يا حبيبي، ده احنا بنطلع عننا بس. يعني ايه يعني انا ما فيش؟ فيشوف السنوات الماضيه ويطلع، لان دي هتبقى دين في رقبته، فلا بد ان يخرجها، حتى لو بعد سنوات، حتى لو بعد سنوات. الحاجه الثانيه اللي هو بيحاسبها على الفتيل والقطنير، فنقول لها مفيش مشكلة، شوفي قليل دائم، الحديث كده يقول خير من كثير منقطع. الحمد لله إن هو بيرضى بالإيه؟ بالخمسة جنيه، الحمد لله. فنخليها على طول 5 جنيه، يعني نداوم على قضية الخمسة جنيه، وما نطلبش منه أكتر من كده. بس إحنا ممكن نعملها بطريقة تانية، ممكن تديني مصروف جيبي خاص بيا، وطلعي من مصروف جيبك ده، وربنا يوسع عليك إن شاء الله،
وانت بتطلعي الخمسة جنيه اوعي تستقل الخمسة جنيه دي. كان احد الصحابة قاعد وبيطلع، فواحد فقير جه وعاوز حاجة، فقعد قدامه عنقود عنب كده، فراح مديله حباية قال له خد. الفقير ايه عمل ايه؟ اخدها كلها جعان. فاللي جنبه قال له حباية؟ وماذا تفعل حباية يا راجل؟ طب اديله عنقود عنب. قال له ما انا جعان وهو جعان، حباية يعني مفيش مشكلة. ثم قال له أتدري ما في هذه الحبة؟ فيها مثاقيل ذر كثير. ده فيها خير كبير قوي. ألم تسمع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو إيه؟ بشق تمرة. اوعى تستقل الايه؟ القليل، لأن القليل كبير عند مين؟ عند رب العالمين. الناس بس لو تعرف إن لما بطلع فلوس صدقة فلوسي بتزيد طبعا، كله طبعا هيطلع كل اللي معاه. الحاجة الثانية هي تطلع بنية إن ربنا يصلح زوجها كمان. ربنا يهديه. إن ربنا يصلح زوجها ويكون سخي بالزبط. لأن السخي ده قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. فنسأل الله أن يباعد بيننا وبين النار يا رب.